السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد في فيديو جديد. هاد المرة بالدارجة. المهم، القصة ديالنا ديال اليوم ديال واحد السيد كيقلب على عمل، كيقلب على خدمة، قرا في واحد الجريدة بأن واحد الشركة ديال الكمبيوتر الخاصة بأجهزة الحاسوب خاصة شي عامل نظافة يخدم في المراحيض ديال المؤسسة، يعني يتكلف بالنظافة ديالهم وما إلى ذلك. هاد السيد مشى تقدم، مشى عند الشركة وتقدم بهاد الوظيفة وقبلوه، قالو صافي غادي نعطيوك هاد الوظيفة ولكن عطينا الإيميل ديالك أولا البريد الإلكتروني ديالك باش نرسلو ليك طلب، نرسلو ليك الكونترا ديال التعيين وتلتحق بينا. جاو قالو أنا ما عنديش الإيميل. كيفاش ما عندكش الإيميل؟ ما عندكش البريد الالكتروني؟ قالوا ما عندي لا بريد الكتروني ولا حاسوب ولا كمبيوتر. قال لي لا ما عندكش الحاسوب ولا البريد الالكتروني، اذا ما عندكش خدمه هنايا. الله يعاون. فين نخرج غضبان قال له الدم كيفاش ما جيت نتقدم على الكمبيوتر هذا؟ المهم خرج هو محتاج الخدمه، خاصو يخدم، عنده واحد 10 دولار في الجيب ديالو. فاش خرج بقى كيفكر كيفكر، شاف شي هنا كيبيعو داك الصنادق ديال الفريز الفراولة، مشى بداك 10 دولار شرا واحد الكمية ديال الفريز، مشى باعها من العشية لقى راسو ربح واحد 20 دولار، من داك 10 جابت له 21. يعني الأمر ساهل، نلقى الخدمة أنا في هاد الخدمة هادي حسن ليا نيت. فعلا نهار تاني دار نفس العملية، نهار تاني من بعد ولي كيزيد الكمية، كان كيشري داك 10 ولا يشري 20 ولا يشري 60 ولا كي، حتى توفر له واحد القدر مهم من المال. من بعد شرا واحد الموتور باش كيفرق به السلعة، وبقات الأمور غادية معاه مزيان. هذا شوية شرا واحد السيارة ديال نقل بضائع وبقى كيبيع بها السلعة ديالو. هذا داز واحد المدة استطاع لي يدير واحد الشركة ديالو، شركة صغيرة خاصة بهاد التوزيع ديال الفراولة. في ظرف 5 سنوات دار شركة كبيرة، في هاد المدة ديال 5 سنوات دار شركة كبيرة بالعمال بالترونسبور ديالو بكلشي. المهم شركة مقومة هي هادي، ولكن فكر خصو يدير ليها التأمين، يدير ليها لاسورانس. مشى عند واحد الشركة باش يدير ليها لاسورانس. صافي هضر مع الموظف قال لي هي، قال لي ولكن خلي لي الايميل ديالك البريد الالكتروني ديالك عاود نرجع له باش نصيفط لك الوثيقه ديال التامين. قال له ما عنديش، قال لي ما عندي لا بريد الكتروني لا. داك الموظف استغرب تعجب، قال له انت داير شركه كبيره من اكبر الشركات في البلاد ديال هذا التوزيع ديال الفراوله وما عندكش الايميل، ما عندكش الكمبيوتر؟ كون كان عندك البريد الالكتروني ديالك والكمبيوتر على الله اش درتي؟ جاوبو صاحب الشركه قال له كون كان عندي الايميل او الحاسوب كون راني خدام كنظف المراحل ديال واحد الشركه ديال الكمبيوترات. هذه هي القصه، فهمت المغزى ولا المعنى ولا لا؟ المهم كل واحد يعطيها التفسير ديالو على حساب كيفاش قرا هذه القصه وكيفاش شافها. ولكن انا بالنسبه ليا كنقول بان شحال من حاجه كنكونوا باغينها ومتشبتين بها ولكن ما كتكتبش لينا، كنمشيو غضبانين طالع لنا الدم وحنا ما عارفينش الخير فين كاين. ربي بعض المرات كيمنع علينا شي حاجات لان فيها خير لينا ومخبي لينا شي حاجه ما احسن. وكاملين ربما كاملين مرينا من الظروف، كتشوف شي حاجه انت باغيها ومتشبت بها ولكن ما كتبت ليك وما صدقات ليك، كتمشي غضبان كان، ولكن من بعد كتكتشف بان هذاك المنع ديال داك الحاجه كان فيه خير كبير عليك ورجع ليك بشي حاجه اللي تفرحك اكثر واكثر من داك الحاجه الاولى اللي كتبها. تبارك الله عليكم والى اللقاء.